السلام عليكم، كي دايري؟ لاباس عليكم. شكرا الكلام الطيب اللي تخليوه لي دايما في الفيديوهات، شكرا كثيرا كثيرا. بعد الفطور اذا فالواحد يدير الشغل ديالو ونهاو الشغل ديالنا. اليوم كنت جمعت القرقاع ومن بعد كنت درت املو ونشارك معكم الفيديو وفرجة ممتعة راه عندي هنا في الفيديو غادي نتكلم معكم ان شاء الله. سلام. كنت نجمع القرقع ولكن غير بالسيف اليوم لان الوقت ديالو ولا بد نجمعوه لان غير يطيح ونجمعوه وما شاء الله تبارك الله، ولكن ما قدرتش. كنت درت معكم اللايف قبيلات كنت نجمعوه ولكن كنت ما قدرتش والو والو، المشدي عندي صعيب بزاف بزاف. الحمد لله على كل حال. انا نخدم ونرتاح ولا بد نجلس نخدم وعاود نولي نجلس عاود نخدم. صعيب بزاف. واحد شفت كنت واحد شفت واحد هذا انا حسبته النحل ولكن هو ماشي النحل، حسبته النحل فرحت قلت ها صافي يديروا العسل ساعه لهذو، هربت قلت نو هذا واعر. ولو انني نتمشى نتمشى ولا بد بهذه العربه ما تقطعنيش، سواء ندير فيها هذاك الماعن او لا نتمشى بها او لا نجلس عليها، هذه هي اللي ما تقطعنيش لان ما نقدرش نهائيا. هذيك مثلا صندوق نتاع الفواكه ندير فيها وهذيك البيدو نعمر فيه وهذيك هي لان ما نقدرش. والواحد من يكون عنده الشغل اذا ندير اي حاجه سهله. وعندي هنايا في القناه ديالي وصفه الكرعين كتكون لذيذه ما شاء الله، بحال هاد الكرعين لذيذ تبارك الله ما شاء الله، ولا كون على فوق النار احسن احسن لان كيكون فيه واحد المذاق واللذه تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. نخلي لكم فوق الوصفه اذا بغيتو في صندوق الوصف، الطريقه ديالي الا بغيتو نخليها لكم في صندوق الوصف، وهادو كيخرجوا تبارك الله ما شاء الله.
من بعد ما درت الغداء اذا فدرت املو صحي ما شاء الله. درتو جليت بعد ما جليتو نصفو. من بعد هذيك بقيت ندور هكذا هكذا فيه، علاش؟ لان باش ما باش يتحط، ما تعرفو باش تدبو باش يسهل، باش يسهل هذاك كسميتو، باش يسهل الطحين ديالو. ولا بغينا نطحنوه اكثر اكثر، انا عندي هذيك الريحه، ولكن اللي بغيتو تطحنوه. ولو ان طفينا عليه النار، فمن بعد خاصنا نبقاو نقلبوا لان المقله تكون فيه تكون حاميه. ولكن الا بغينا نديرو في واحد التبصيل واحد الاناء واحد اخر، ايوا معليش ما كان مشكل، واش نحركوه ولا بد. ومن بعد طحنتو، الا بغينا نطحنوه اكثر، الا بغينا نطحنوه اكثر نطحنوه اكثر.